قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وخلال مشاورات هاتفية قبل بضع ساعات من إعلان ترامب قراره في شأن الاتفاق النووي مع إيران، أوضحت لنيويورك تايمز أن واشنطن تستعد لإعادة فرض جميع العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي. يذكر أن الرئيس ترامب هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح عيوبه.